متنفس جديد لأبناء وشباب رأس الماه هو هذا المسبح شبه الأولمبي الذي دخل مؤخرا حيز الخدمة والذي سيسمح لهم من قضاء عطلة صيفية عكس سابقاتها. كنت نتنقل 70 كيلو لدائرة سدو باش نزاول هذا الهواية مدة 6 سنين، ودرك الحمد لله حلوا لنا هذا المسبح. مكسب الرأس الماء، مكسب الشباب رأس الماء. احنا ما شفناش هذه من كنا في الصغر، كنا نروحوا نسوفروا باش نروحوا للبحار ونتعلموا نعوموا ونتعلموا كل شيء، والحمد لله دروك هذا الانجاز اللي داروا في المسبح الاولمبي. نشكر كل من ساهم فيه، يعني البناء تاعه، نشكروهم شكرا جزيلا. انا فرحان من داروا لنا هذا المسبح في راس الماء في الصيف، ما عندناش الكل اللي قاعد يروح للبحار ولا صح، من داروا لنا هذا المسبح واحدين يتعلموا يفهموا شي يعوموا، ان شاء الله نولوا نخبه عوامه في المستقبل ان شاء الله. اتمنى انني اكون من اكبر السباحين، ما طلبش الان باش نمشي للبحر. ودخلوا الاولياء تاوعي قالوا لي باش ما يقعدش فيك الحال مع اصحابك. فرحة متعة فهواية، ولما لا انضمام إلى النخبة مستقبلا، خاصة وأن هذا المسبح يعرف تنظيما محكما من خلال إنشاء جمعيات رياضية ونواد للسباحة. جد مسرورين بهذا المسبح اللي فتحنا أبوابه، وخاصة أنه مدير المسبح راه عطانا خصصنا نهار للأيتام، هو يوم الأحد على الساعة 9 صباحا، يعني هذا النهار مخصص للأيتام، يعني حاجة مليحة. بعد الأيتام راهم فرحانين ومسرورين بهذا المسبح. ما كان عندهم والو هنايا، ما عندهم لا مسبح لا ولا حتى حاجة هنايا، كانوا يمشوا يدوهم لوالدهم للبحر، يسلفوا باش يدوهم للبحر، والحمد لله راه عندنا إمكانيات، والحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي. هذا المسابح موجود على مستوى بلدية الجنوبية، خص بالذكر بلدية مرحوم راس الماء، ميرين، مولاي سليسن وسيدي علي بنيوب. هذا المسابح في الأونة هذه راهي مستعملة للترفيه، ولكن انطلاقا من شهر سبتمبر إن شاء الله راح تم تكوين جمعيات، خلق جمعيات رياضية مختصة في رياضة السباحة. راح ينطلقوا إن شاء الله في عملية يعني تكوين الشباب تاع هذه المناطق في رياضة السباحة، ولما لا إن شاء الله راح يخرجوا منها أبطال في المستقبل. 5 مسابح شبه أولمبية وأخرى جوارية استفادت منها عدة بلديات خاصة الجنوبية تدعم قطاع الشباب والرياضة بولاية